طبعا مرحبا، هي فطيرة مطعم آخر بالدوحة، مطعم بحري. الشيف اسم الكريم أيمن، شيف أيمن. طبعا هي الخضار اللي حتى بتعملها لي، لي دي لي أنا. تمام. طبعا نحن دقنا من عند الفطاطري، هي عندك المعلم كمان هناك بيمد العجين، شايفين؟ شوفوا الفطيري المشلتة، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. هاي المعلم كمان هنا بيعمل الفطير بأنواعه. الاسم الكريم محمد، الشيف محمد كمان، ما شاء الله عليك. هي اسمها ايه دي فطيرة؟ مشلتة. مشلتة؟ كثير مشلتة. ما شاء الله. هي بيجمعهم هون، عنده طلب فبيعملهم بجهزهم. نرجع للشيف أيمن. الله عليك. أيوة. حلو. طبعا حتزوقها من فوق كده وتعملها زي ال، تمام. نشوف الطريقة اللي بنعملها حاليا. أي طريقة راقية جدا، طريقة فنية جدا، رائعة جدا. هي باللحم واللحوم مشكلة طبعا، صح؟ تسلم ايدك يا شيخ ايمن. الله عليك، ودمتم صحتين وهنا.